لعبت مع مستر جوزيه، انه من اكتر الحاجات اللي كانت بتميزه انه عنده قدره كبيره جدا على تحفيز اللاعبين، يعني وخصوصا في الماتشات المهمه او في البطولات المهمه كان عنده قدره ان هو يخلق الحافز للاعيبه. لو تفتكر كده يعني، واحنا محتاجين فكره الحافز دي طبعا بشكل كبير، ايه اكتر حاجه يعني ما تقدرش تنساها او جمله او حاجه قالها لكم مانويل جوزيه قبل ماتش مهم؟ طبعا انا فاكر ماتش ريال مدريد، طبعا احنا كان ماتش احتفالي بس اللعيبه كلها كانت نازله، برضو انت بتلعب ريال نجوم العالم، طبعا فبالنسبه زيدان، لنا حاجه فيجو، كبيره جدا. راؤول، روبرتو بالظبط كارلوس، بالظبط، ويمكن حتى في التوقيت دوت الاستاد كان طبعا يعني ممتلئ على اخره، فيمكن اكيد من الحاجات اللي كان بيتكلم معانا فيها هو ما اتكلمش كوره، يعني ما قالش احنا هنلعب ازاي، يعني ما تركش النواحي الفنيه كتير، هو كان مركز في حته ان انت هتلعب ماتش، انت بتحتفل بمئويه النادي بتاعك، ايوه دي حاجه في تاريخك، هتلعب قصاد لعيبه العالم، ادي والعب وما تخافش، ولازم تبقى مبدع في ادائك. فيمكن كان كل الكلام اللي كان بمركز عليه تحفيزيا للعيبه، ان انت لعيب كويس، لا لازم يبقى عندك ثقه في نفسك وانت بتلعب في اكبر نادي في مصر واكبر نادي في افريقيا، فبالنسبه لك لما تلعب قصاد لعيبه العالم المسافه مش هتلاقيها بعيده قوي، وده ده اللي تم. يمكن حتى احنا كانت الرهبه شويه في اول 5 دقائق 10 دقائق، لكن الحمد لله انت يمكن بتتكلم الامور على الرهبه اختلفت. بالنسبه للفرقه، طبعا لكن بالنسبه لك انت ايه؟ والله انا كنت انت يعني نازل في ناحيه فيها كان روبرتو روبرتو كارلوس كارلوس، يعني خلي بالك يعني مش اي حد برضه. روبرتو كارلوس كان يعني ليه حكايه معايا من زمان، يمكن كنا في منتخب مصر وقاعدين بنتفرج على ماتش ريال مدريد بيلعب في الدوري الاسباني، وكان قاعد جنبي حسام غالي، فبيقول لي تخيل لو انت بقى لعبت على روبرتو كارلوس، يعني شوف بقى ايه اللي هيحصل، فهيقطعك ومش عارف ايه. فالمهم يعني حلم بالنسبه لي ان انا يعني العب قصاد روبرتو طبعا كارلوس، فالحمد لله زي ما قلت لك هي الرهبه اول 5 دقائق، اول نزلت الملعب بالظبط. وانت شايل التقل على كتافك. بالظبط، لكن الدنيا بقت سهله لما بدات الكره تمشي معاك، بدات ان انت تلاقي تحس ان الموضوع مش بعيد والموضوع سهل، فالواحد خلاص دخل في جو المباراه. فيمكن الحمد لله بعد الماتش قلت له ايه رايك يا حسام، ايه الاخبار، اديني لعبت قصاد روبرتو كارلوس، فالحمد لله. يعني كانت برضو من الحاجات اللي الواحد يعني تحسب له ان لعب قدام منتخب مصر، منتخب العالم، فيمكن دي حاجة يعني بعتز بيها جدا في